الأشعة التداخلية قدرت تخلق بعد مهم جدا في العلاج، العلاج النافذ، العلاج الناجز السريع اللي بدون مضاعفات الدقيق. فرع الأشعة التداخلية ده فرع من الأشعة، احنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جدا. الورم الليفي في حد ذاته ده ورم حميد. أشعة تداخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتضخمات الغدة الدرقية، حلت محل الجراحة في جزء كبير جدا جدا من هؤلاء المرضى. ده اللي عملته الأشعة التداخلية، واللي هي تعتبر طفرة حقيقة بكل المقاييس في علاج دوالي الخصية. أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها، يعني أنت حاجة ممكن تدخل من أي حتة على أي حتة. جمال الأشعة التداخلية إن مفيش حاجة بلايند، لكن يبقى الأورام جزء خطير جدا. الأشعة التداخلية بتلعب دور كبير جدا في التعامل معها. إحنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية علم كبير جدا ومهم جدا، والأشعة التداخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. العمر أحد أهم أسباب الإصابة بدوالي الساقين. الأوردة الدموية بتفقد مرونتها وبتتمدد وبتتسع مع التقدم في العمر، وده بيضعف صمامات الأوردة ويخلي الدم يتجمع في الوريد ويتدفق بعكس الاتجاه. البروفيسور الألماني إبراهارد رابا أرجع سبب الإصابة بدوالي الساقين لأسباب وراثية وبلوغ المرحلة العمرية، وأضاف أن زيادة الوزن وقلة ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والجلوس والوقوف لفترات طويلة وطبعاً ارتفاع ضغط الدم ضمن العوامل المؤدية للشعور بمتاعب دوالي الساقين. أهلاً بيكم. دوالي الساقين واحدة من الأمراض المنتشرة جداً. طيب، بتتعالج في وقتها، كتير من الحالات بتتأخر في التعامل مع دوالي الساقين. من أكتر الحالات المرضية اللي بنشوف الدوالي يعني توحشت وانتشرت وزادت ووصلت إلى شكل غريب، لدرجة أن أعتقد أنه في صور في مصر عند دكاترة كتير من مختلف التخصصات عندهم صور لدوالي مش موجودة في أي حتة في العالم. ليه؟ لأنه العيان المصري بيترك الدوالي تتوغل تتغول تتوحش بشكل غير عادي، تخوف ربما، لكن ظهرت تقنيات مميزة للغاية في الفترة الماضية خاصة بالأشعة التداخلية تحديدا تتعامل مع الدوالي بنسبة أمان عالية جدا، وده أعطى ثقة كبيرة جدا في إمكانية التعامل مع هذه الحالات المرضية. مفيش داعي يا جماعة أننا نلاقي حالات دوالي متروكة، لأنه مضاعفات الدوالي أحيانا تكون مخيفة جدا جدا. يترك الدوالي أو تترك الدوالي وأنا أستيقظ في ذات يوم على جلطة، كارثة. تعالوا نتوغل في هذا المجال ونفهمه بالتفصيل مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة ورائد القدير العلمي أشعة التداخلية الذي يبدع دائما في حواره، الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو جمعيات الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. الرائد القدير، أهلا بك. أهلا دكتور. أي الدوالي من الحالات المرضية اللي بنشوفها صحيح فيها تأخر في اتخاذ القرار أن أروح لدكتور غريب
وتضييع للوقت بقى في مرهم موجود في الصيدلية عند صاحبي أو في مرهم أجيبه من شاشة تلفزيون قناة مش عارف ده إيه؟ من يعني من للأسف من الأمراض اللي عليها يعني زي ما بنقول إيه أبيوز لحاجات كتيرة جدا ومعلومات مغلوطة وإهمال. فالحقيقة لا يعني هي محتاجين إن إحنا نبص أكتر ونشوف أكتر، ويمكن ده أنا قصدنا إن إحنا نجيب أسئلة الناس عشان يعني نلقي الضوء على الحتة دي. عندي كم من الأسئلة من صفحاتك من دفتر أحوال المركز، لكن هبدأ بسؤال دي من الحلقات المحببة إلى قلبي. أنا بسعد جدا لأنه السؤال الأولاني كمان كوميدي. 35 سنة كويس، عندها دوال في الساقين ابتدت تظهر من سنتين، زادت مع الحمل والولاد. شوف السؤال بقى، هل استعجل في علاجها دلوقتي ولا ممكن استنى شويه؟ انا كان عندي لسه من يومين دكتور ايمن مريضه بتجسد السؤال ده بالظبط. مريضه جات لي من سنه في العياده، سنه يعني، هي حتى طلعت التاريخ اللي كانت عندي، كشفت عليها وقلت لها انت محتاجه علاج للدوالي دي بالطريقة الفلانية. مشيت، هي بتحكي لي جت بعد سنة وقلت لها إن لا لو ما عالجتهاش هيحصل كذا وكذا وكذا. جت لي بعد سنة تقول لي الكذا وكذا دول حصلوا فأنا عايز أعالجها. طب وليه؟ أشعة تداخلية الدوالي، دوالي الساقين ده مرض ديناميكي بيتطور. الفكرة إيه يا دكتور أيمن؟ إن هي المريضة بتلاقي إن في شوية أوردة بسيطة تبان، تقول لك يعني ديش حاجة يعني تجميلية وأنا مش مهتمة بالمنظر الجمالي. لا، مرض الدوالي ده مرض ديناميكي بيتطور، يبتدي بأوردة ظهر على الجلد وبعدين يخش بعد كده في مراحل وأطوار اللي بنسميها زي ما حضرتك تفضلت دي مضاعفات الدوالي. نلاقي بعد كده بدل الأوردة الرجل ابتدت تتورم، الأوردة ابتدت تزيد، لون الجلد يتغير، شكل الجلد أو حيوية الأنسجة تبتدي تتغير وتنتهي إلى الحاجة الخطيرة جدا اللي هي القرحة الوريدية. فإذا مرض دوالي الساقين ده مرض علاجه ليس رفاهية، علاجه وجوبي في المراحل الأولى وعند اكتشاف الدوالي عشان ما نوصلش للأعراض أو مش الأعراض بقى، المضاعفات التي لا يحمد عقباه. فطبعا لا إجابة، لا تتحرك فورا فورا. هل استعجل؟ يا سلام استعجلي. أيوة دي المريضة اللي بحكي لحياتك عليها دي، هي شافت بقى الكلام ده وجات لي بعد سنة. يعني حتى أنا قلت لها يعني طب خدي معاد بقى الأسبوع ده، قالت لا ده أنا عايزة بكرة. طب أكمل أول السؤال الجاي ده بقى، سؤال لطيف قوي. أوله عيان بعد بيقول أنا عندي دوالي متقدمة، أنا معرفش هو صنفها إزاي إن هي متقدمة لوحده كده، وبيسأل طب أنا عايز أتعالج بالأشعة التداخلية بس اشرحوا لي التقنية بتتم إزاي. متقدمة، هو بالنسبة للمريض متقدمة بالنسبة له حجم الأوردة والزمن بقى يعني حجم يعني هي بقى لها فترة وبتكبر الأوردة، لأن هي الفكرة إيه؟ إن كل ما يعدي الوقت كل ما الوريد يتسع أكتر. ثم بعد الاتساع يبتدي الاتساع ده يبتدي يتعرج، عشان من هنا اسم الدوالي المتدلية. فتبتدي يزيد شكلها على الجلد وتبتدي المضاعفات، فهي متقدمة من الشكل. احنا ببساطة زمان كان علاج الدوالي استئصال الأوردة، طبعا الأوردة دي بتحصل لان في صمامات زي ما قلنا مرارا وتكرارا في الوريد، بيحصل لها مشكلة تبتدي الوريد ده يتمدد وما يرجعش الدم بصورة كافية. كنا بس بنعالج زمان العلاج كان باستئصال الأوردة، دلوقتي لا، احنا عندنا حاجة اسمها الكي بالليزر. لو شفنا كان في فيديو انيميشن دلوقتي بيوري يعني ايه، يعني ايه فكرة الكي. احنا بنخش بإبرة اهو، لو احنا شايفين نبص على الفيديو ده اللي جاي ده مجس الموجات الصوتية، بنخش تحت الموجات الصوتية في الوريد اللي هو فيه المشكلة وفيه الصمامات الباظة اللي هي الدوالي، بأسطرة اسمها أسطرة الليزر، أسطرة رفيعة جدا قطرها 2 ملي، هي داخلة جوه الوريد اللي هو لونه أزرق ده، وبنطلق شعاع الليزر. شعاع الليزر بيكوي هذا الوريد، فيبتدي هذا الوريد يتقلص تماما زي ما هنشوف دلوقتي أهو. الوريد اللي منتفخ وقطره كبير يبتدي بعد الكي بالليزر، الشعاع الأحمر ده يبتدي يلغي هذا الوريد،
ده دون فتحات جراحية، يعني كأننا استأصلناه بس من غير جراحة. وده يمكن المنظر على الطبيعة وإحنا شغالين أو إحنا بنخش زي ما هنشوف. النقطة الحمر ده شعاع الليزر داخلين في الوريد من حاجة صغيرة جدا تحت الموجات الصوتية، وبيمشي شعاع الليزر ده الأسطرة لحد ما نوصل لأعلى الوريد عند أعلى الفخذ ونكوي. الكلام ده بياخد يعني 10 دقايق ربع ساعة. فده إزاي بيتم؟ لأن برضو إحنا التقنية لو الناس يعني كان في ذهنها العملية وإزاي الكيب الليزر، طب هنكوي من بره، طب هنعمل إيه، زي ما إحنا شايفين قدامنا. عنده 30 سنة بدأت تظهر أوردة منتفخة في رجل الشمال تحت الركبة. هو بيسأل على العلاج بالليزر أو كيب الليزر ومقارنة بينه وبين إجراء جراحي زي عملية. الجراحة طبعاً هو كان زمان الجراحين بيفتح بيشيل الوريد ويستأصله تماماً، الوريد المتمدد ده احنا زي ما احنا شفنا. بنخش بأسطرة الليزر نكوي الوريد احنا عندنا في المرض الدوائي ده مرض الأوردة السطحية، يعني زي طالما في أوردة سطحية يبقى في أوردة عميقة. الأوردة العميقة دي اللي هي عميقة وسطحية نسبة إلى الجلد، العميقة دي اللي هي بعيدة عن الجلد، دي اللي هي متصلة بالرئة. لكن الدوالي بتحصل في الأوردة السطحية. إحنا عندنا وريدين سطحيين كبار جدا موجودين، واحد في مقدمة الساق من أعلى الفخذ لحد واصل لتحت لحد القدم، والتاني من خلف الركبة من الركبة كده لحد تحت. دول هم الوريدين الرئيسيين، ويأتي منهم تفرعات. اللي من تحت الركبة لتحت ده بيبقى الوريد اللي هو الشورت سافنس اللي هو الصغير ده، ممكن بنعمل له كي بالليزر. والأوردة الفرعية المتفرعة من الوريد الكبير ده احنا ممكن بدل بنعمل لها حاجة اسمها حقن مادة رغوية برضو تحت الموجات الصوتية. يبقى بنكوي الوريد الكبير، والأوردة الصغيرة اللي هي تحت الركبة دي بنكويها بنحقنها بالمادة الرغوية تحت الموجات الصوتية، كل ده من غير أي فتحات جراحية. 40 سنة بقى بيشتغل في مجال البترول في حقل البترول وعنده أسبوعين أجازة. واضح أن سؤاله بيدور حول هل الإجراء يعني سيكون في حدود الأسبوعين دول ولا يقدر يرجع شغل ولا إيه؟ هو أصلا مرتبط بذهن الناس يا دكتور أيمن أن دي عملية في الرجل، فأنا مش هقدر أتحرك. لا، إحنا الحقيقة بعد إحنا طبعا بنعمل الكي في المركز عندنا، بيجي المريض الصبح بيعمل الكي في خلال ساعة. ده المنظر ده بيبين الأوردة عندنا بتبقى مختلفة الأحجام، ممكن كبيرة وممكن صغيرة لحد الشعيرات الدموية. بيعمل الكي في خلال ساعة، بيرتاح معانا في المركز لمدة ساعة، بيلبس شراب الدوالي لمدة 3 أيام متصلين، ثم لمدة 2 أسبوع يلبسوا الصبح ويقلعوا بالليل. الفكرة ان احنا بعد ما بنكوي او بنحقن المادة الرغوية بنبقى عايزين نضغط التو وولز او الجدار الوريد على بعضه، بس ده لا يمنع ان المريض بيتحرك او مش لا يمنع، احنا بنخلي المريض وبنحسه على الحركة من بعد الاجراء تماما، بنقول له على طول اتفضل وامشي اتحرك انزل الشغل بكرة الصبح. فالمريض ده عايز يسأل عن فترة النقاهة. احنا عندنا في علاج الدوالي بالأشعة التداخلية او بالليزر او بالحقن ما عندناش فترات نقاهة، بيلبس الشراب لفترة مؤقتة وهو على طول بنخليه يمشي ويمارس نشاطه من اول يوم، ما عندناش اي فترات نقاهة. فده مناسب جدا، يقدر يسافر يقدر يتحرك ما عنديش مشكلة. ست عندها 42 سنة عندها شعيرات دموية مضايقاها شكليا، زي ما قلنا دلوقتي احنا الدوالي إما تكون أوردة ذات أحجام كبيرة أو بنقول عليه الترانكل بين الوريد الكبير اللي هو الشورت والجريت سافنس اللي هم الوريدين الكبار. دايماً بشبه الدوالي دكتور أيمن حتى للمرضى إن دي عاملة الدوالي دي عاملة زي الشجرة، الشجرة اللي هي اللي ليها جذع الكبير والجذع ده متفرع منه فروع، ثم الفروع تبقى أصغر فأصغر ثم الأوراق. جذع الشجرة ده الوريد الكبير اللي احنا بنكويه بالليزر، الأوردة أو الفرعية أو الأوردة المتفرعة من الوريد ده اللي هي فروع الشجر. إحنا الوريد الكبير بنكوي بالليزر، الفروع بنحقنها بالمادة الرغوية. ويأتي السؤال هنا الشعيرات الدموية دي اللي هي الورق اللي هي الحاجة اللي على الجلد برضو بنحقنها بإبر معينة
بماده رغويه ذات تخفيف معين، او هنا يمكن شايفين اهو دي الشبكه العنكبوتيه، بنقول عليها الاورده العنكبوتيه، بنحقنها. وساعات بنستخدم اجهزه معينه لتوضيح الاورده، الفينديورز وحاجات زي كده، لان بيبقى فيه وريد مغذي هذه الشبكه، بيتحقن بطريقه معينه تحت بالماده الرغويه. ودي طبعا قولا واحدا بتتعالج بالاشعه التداخليه. السؤال القادم عن الاثر في الجلد، تخوف ست من الاثر في الجلد. هو زي ما طبعا ده، لان الدوالي نسبه كبيره ستات، احنا ما عندناش في الاشعه التداخليه ما عندناش فتحات جراحيه، وخاصه في الدوالي. هنا هو المنظر اهو، بص حضرتك قسطره الليزر بتدخل من فتحه يعني ملي، احنا ما بنفتحش يعني، ده هي بتبقى شكه ابره زي ما احنا شايفين اهو، ما عندناش فتحات تماما تماما، ما فيش اي فتحات جراحيه. السؤال القادم عن حاله مرضيه شهيره لكن ما حدش بيعرفها كويس قوي، يعني ما حدش بيفهمها، متلازمه الحوض المحتقن. ده سؤال مهم وفني جدا وفني قرآن. ساعات تيجي السيدات تشتكي من الدوالي، وبتشتكي كمان شكوى معها، تقول انا عندي الدوالي دي ممتده الى اعلى الفخذ او عند الاعضاء التناسليه او عند الحوض. لما ابتدي نسمع الشكوى دي، لا، الموضوع ما بقاش دوالي في الساقين بس، ده بقى دوالي داخل الحوض، وهذه الدوالي اللي هي داخل الحوض وحوالين المبيض وحوالين الرحم، بقى في اتصال ما بينها وبين الدوالي او الاورده اللي موجوده في الساقين. طب المريضه دي انا هعالجها، هقفل الدوالي او دوالي الساقين واسيب دوالي الحوض، الشهر اللي بعديها على طول الدوالي اللي موجوده في الحوض هترجع تملى الدوالي تاني وتفتح تاني. ودي يمكن عشان كده دكتور ايمن، هو يمكن عمليه الدوالي يعني عمليه ليها سمعه مش كويس، يعني دايما تسمع من المرضى يقول لك انا مش هعمل الدوالي، ودي يمكن برضو من اسباب تاخر المرضى في العلاج، ان يقول لك انا هعالج ما هترجع تاني، كان ليها سمعه يعني مش لا. فده احد اسباب الارتجاع، ان يكون مش بس دوالي الساقين، يكون في دوالي في الحوض وحوالين المبيض وحوالين الرحم. طب نعمل ايه هنا؟ طبعا احنا بنكتشف الكلام ده ازاي؟ بنكشف على المريضه كويس جدا بالموجات الصوتيه الملونه او الدوبلر، عشان نشوف ان في اورده متمدده في الحوض ونتاكد منها بالدوبلر. وفي بعض الاحيان نعمل كمان رنين مغناطيسي على الاورده اللي في الحوض دي، عشان نتاكد اكتر ونعرف مكانهم ازاي. ولو تاكدنا طبعا مش هنعالج اورده الساقين الا في المرحله الثانيه، بعد علاج اورده نقفل من فوق الاورده اللي هي بتغذي او متصله باورده الساقين. بنعملها ازاي؟ زي نفس فكره يعني دوالي الخصي عند الرجال، بنخش من الوريد الفخذ او الوريد اللي هنا، الوريد الرقبه بالقسطره رفيعه جدا تحت جهاز القسطره اللي هو جهاز الاشعه، ننزل تحت جهاز الاشعه بالقسطره دي من غير اي فتحات داخل الأوردة المتمددة دي، وبنقفلها بمواد معينة وملفات حلزونية علشان نقفل الأوردة دي تماما. يمكن هو المنظر ده هنا، هو الحوض وده الرحم والمبيض، الحاجات الحمراء دي الدوالي. هي الدوالي حوالين الأوردة المتمددة دي، دي الدوالي اللي هي لو تلاحظ حضرتك نازل منها حاجات لتحت اهو للرجل، لازم نقفل دي تماما. بنخش من الوريد بتاع الساق أو بتاع الرقبة عشان نقفلها تماما قبل ما نعالج الدوالي الساقين. السؤال القادم سؤال يعني بيهم ستات جدا، ست عندها الدوالي بقى لها فترة، تسببت لها في غمقان في لون الجلد. هي بتسأل بعد العلاج سيعود الجلد لحالته الطبيعية قبلها؟ ده التطور الطبيعي للدوالي يا دكتور. يعني هي الدوالي تبتدي دوالي، ثم تبتدي الأوردة الرجل تتورم وخاصة في نهاية اليوم، ثم تبتدي الدم ما بيرجعش كويس لأنه متراكم في الأوردة، تفقد الأنسجة حيويتها ويطلع جزء من الدم تحت الجلد، يتغير لون الجلد للون البني ويبتدي الجلد يبقى أسمك، كل دي المضاعفات. طيب خطوة نمرة واحد إن احنا نمنع الدوالي، تاني احنا عالجنا الدوالي، ابتدت الدورة الدموية الوريدية ترجع لطبيعتها والدم يرجع من الأنسجة كويس، تبتدي بعد الخطوة نمرة واحد اللي هو علاج الدوالي، تبتدي الأنسجة تجدد نفسها وتجدد حيويتها وينتج عنها المنظر الجميل اللي احنا شايفينه على الشاشة ده. لو تبص حضرتك احنا على
اقصى شمال الشاشه دي، بص حضرتك الرجل دي، بص الاورده شكلها ازاي واللون الغامق والمنظر يعني المخيف. ده الكلام ده بعد شهرين بالظبط، يعني رجل تانية خالص، يعني اللون بدا يرجع لطبيعته. فطبعا لا يعني قولا واحدا بعد علاج الدوالي، وندي فرصه الانسجه بتدي تجدد نفسها بعد ما الدوره الدمويه الوريديه رجعت الى طبيعتها. السؤال القادم ده سؤال في 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 عقول كثير من الناس حول كل الامراض، يعني دايما يسالوا يقولوا ايه هي الحاله دي ممكن ترجع تاني بعد ما نتعمل لها تدخلات؟ ده زي ما بقول لحضرتك زي في الغده الدرقيه ما قلناه، وهنا في الدوالي احنا عندنا في كل تقنيه من تقنيات الاشعه التداخليه سؤال كلاسيكي زي كلاسيكيات السينما المصريه، ريكارنس. مش بس على يعني فكره هو في كل الاشعه التداخليه في اي اجراء الورم الليفي اللي هنشيله هيرجع تاني صحيح ده في النساء وفي الاشعه يعني عندنا في الغده الدرقيه هي الميه البيضاء هي بترجع تاني بتعالج بترجع تاني ولا ده في كل الطب؟ يعني انا دايما الدوالي دايما المريض او المريضه يعني اكتر انا ما طب انت ما بتعالجيهاش ليه؟ اصل قالوا لي هترجع تاني. اصل يعني عمليه الدوالي دي انا بقول لحضرتك يعني كانت عمليه سيئه السمعه شويه ما اعرفش ليه. احنا الحقيقه الكونسبت ده يا دكتور ايمن اتغير تماما بالاشعه. ليه بالاشعه التداخليه؟ برضو خلي بال حضرتك دايما المقوله دي او الاعتقاد ده بيبقى او الموروث ده ليه اصل. الاصل ايه؟ ان في اسباب بتؤدي الى ارتجاع الدوالي، اهم هذه الاسباب وجود اورده غير ظاهره للعين المجرده بتوصل للوريد اللي كان مكون الدوالي ده، فبعد ما تقفله يبتدي يجي له قناه تاني توصل له الدم. من ضمن هذه القنوات ومن ضمن هذه الاسباب حاجه على سبيل المثال مهمه جدا اسمها البرفوريتورز او الاورده المخترقه، زي ما قلنا في نوعين من الاورده، الاورده السطحيه والاورده العميقه. وما بين الاورده السطحيه لان شبكه الاورده في الجسم كله موصله ببعض، ما بين الاورده السطحيه للساق والأوردة العميقة هناك أوردة اسمها الأوردة المخترقة اللي بتخترق الأنسجة عشان توصل الدم من الأوردة السطحية للأوردة العميقة. وفي هذه الأوردة المخترقة صمامات بتسمح بمرور الدم من الوريد السطحي إلى الوريد العميق وليس العكس. لو باظ الصمام ده زي ما باظ في الوريد الرئيسي هيحصل إيه؟ هيرجع الدم من الوريد العميق إلى الوريد السطحي، فبعد ما اقفل الوريد السطحي يبقى فيه حته تاني بترجع الدم. ده من احد اسباب رجوع الدوالي. طب احنا بنعمل ايه؟ زي ما حضرتك شايف كده احنا قبل ما بنعالج العيان بنعمل له زي ما يقال عليه مابينج او خريطه، زي ما انا برسم الاورده فين ومكان الاورده المخترقه فين وعددهم قد ايه هما موجودين فين وبعلم عليهم علشان نقفل كل المنافذ تحت النظر وتحت الموجات الصوتية اللي بتؤدي إلى رجوع الدوالي. إذن العلاج بالأشعة التداخلية مع المابنج الدقيق جدا ومع الفحص الدقيق بيخلي نسبة ارتجاع الدوالي مع الأشعة التداخلية يكاد يكون ضئيل جدا جدا. يعني احنا شعارنا دايما في الأشعة التداخلية بنقول الوريد اللي بيجي لك منه الريح تد كل المنافذ لتوصل إلى ارتجاع الدوالي. المحطة قبل الاخير ولكنها في السيكل بتاع المرض تعتبر من المحطات المزعجه جدا جدا. حاله 50 سنه وصلت لمرحله قرحه وريديه. دي بتبقى حاجه مؤلمه جدا جدا يا دكتور ايمن. لما بشوف انا يعني العينين دول يعني ببقى زعلان جدا جدا، لان الحقيقه في امراض في حاجات احنا ما نقدرش نتفاداها وده بيبقى قدر الله، وفي امراض وفي حاجات زي دي او امراض نتيجة إهمال أيا كان يعني. فده المنظر اللي ما بنحبش نشوفه. علاج القرحة ده يعني اللي بيحصل إيه؟ بيجي لي المريض أو المريضة يقول لي أنا عندي القرحة دي أو زي المنظر اللي باين قدامنا ده، وباخد مضاد حيوي وبغير عليها بتلتئ وترجع تاني. لو خد يعني مليون مضاد حيوي ولو غير عليها 5000 مرة هتلتئم مؤقتا وترجع. ليه؟ سبب دي اسمها قرحة وريدية، دي نتيجة مشكلة في الدورة الدموية الوريدية، وغالبا أو مش غالبا دائما أبدا بيبقى جنب دي حتة تريكي وحتة فنية جدا،
جنب القرحة الوريدية دي وريد من الأوردة المخترقة يكون كبير جدا، وهو السبب في تكوين هذه الدم بيرجع ما بيمشيش كويس في المنطقة دي. عمر ما يحصل هيلينج للأنسجة الذاتية، تبقى كلها مؤقتة. لازم تعالج بالأشعة التداخلية ونخش بالوريد في الوريد ده رؤية العين ونعالجه كويس جدا جدا جدا. لو تعالج على طول بتصرف فورا القرحة. السؤال الأخير، محطة الأخيرة، المتابعة. لأنه تخوف المرضى اللي بيعانوا من دوالي من أنه يرجع المرض مرة أخرى، عشان كده المتابعة ليها قيمة كبيرة. لا، إحنا المريض عندنا بيبقى تحت عينينا على طول. يعني دايما المتابعة عندنا، إحنا بعد العلاج بالدوالي بالليزر أو الحقن بشوفه على طول بعديها بشهر، أكد أنه كل حاجة تمام. وفي بعض الأحيان لو عايز حاجة مكملة بنكملها، لو ما كانش ممكن هنا بقى ده المنظر ده قدامنا. الحاجة النتيجة بتبقى مذهلة. يعني بص حضرتك على الحالات اللي قدامنا، بص الأوردة وصلت لحجم إيه، والمنظر على اليمين، على اليمين غير موجودة. عندنا لا، عندنا باشا موجودة. ايوه بقول غير موجودة، يعني في اوروبا ما حدش بيسيب رجله كده. لا لا خالص. ده اليمين دايما ده الوريد اللي قبل العلاج بالأشعة التداخلية والكاية والحق، وعلى الشمال بعديها. فبنشوفه بعد شهر نتأكد تمام، وبنشوفه بصفة دورية نتأكد ان كل الأوردة كويسة. ونبص طبعا، ما بنبصش بعينينا بس، احنا بنبص بالموجات الصوتية والدوبلر الملون. فلا، المريض بيبقى تحت عينينا والنتائج بتبقى مذهلة الحقيقة. انا بشوف حالات تترك نفسها عندها دوالي الحقيقة فترات طويلة، شوف كتيرة جدا. هو الأصل الاعتقاد السائد دكتور أيمن كان يعني ده حاجة تجميلية، انا مش مضايقاني. لا، علاج الدوالي ليس رفاهية. هذه الجملة التي سنختم بها. علاج الدوالي ليس بهدف تجميلي في المقام الأول. في المقام الأول احنا بنعالج شيء حصل فيه خلل مهم جدا في شيء في سيستم أو نظام اسمه الجهاز الدوري. الجهاز الدوري عندما يبدأ في الخلل، الدوالي قد تسبب مشاكل في القلب، لأنه الجهاز الدوري صحيح والمشاكل الموضعية كل طبعا المنظومة في الساق، دخول وخروج الدم بتبقى غير منتظمة وتعمل زي ما شفنا. مش عايزين نوصل للمضاعفات اللي هي اللي مش لطيفة. نورت وشرفت وأبدعت، ربنا يخليك. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب بجامعة عين شمس، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية الجمعية العربية للأشعة التداخلية ورائد القدير لعالم الأشعة التداخلية. وضح لنا قصة مهمة ودرامية مثيرة جدا في المجتمع العربي والشرقي والمصري تحديدا، وهي الدوالي. هذا المرض القديم الحديث الذي يعاني منه تقريبا كل بيت في المجتمع، وللأسف دائما يعامل بإهمال، إلا القلة القليلة اللي بيتحركوا في البروبر تايم في الوقت المناسب، لكن نسبة كبيرة جدا تتأخر. عموما، أن تقدم وأن تقوم بالخطوة العلاجية متأخرا أفضل من أن لا تقوم بها إلا عندما تحدث مشاكل كارثية وعنيفة. وإحنا النهاردة ذكرنا أن الدوالي طريق لا يتوقف، هو قطار سيستمر حتى يصل إلى مضاعفاته. عليك أنت أن توقف هذا القطار. خليكوا دايما مع الناس. ضمن أشكال التنمر المشهورة أوي البروز، بروز الأسنان، وبيتقال جملة مش عايز أقولها بس لازم أقولها عشان تبقى واضحة للناس. يعني يتقال إن الشخص ده عنده انضب. أنا عايز أقول لحضرتك إن في حالات بيوصل معها الموضوع للإكستريم بتاعها، للتطرف الجامد فيها قوي، إن الموضوع بيتحول لمشكلة نفسية. يعني أنت قبل ما بتبدأ تعالجه في أسنانه، أنت بتبدأ تهيئه نفسيا إن ده ممكن يحصل، وتبدأ توري له حاجات إن لا بص كذا حالة هي كان حصل فيها كذا وعملنا فيها كذا. تبدأ تهيئه نفسيا فترة طويلة، أنت ممكن تقعد معاه جلسة واتنين تهيئه يا دكتور أيمن نفسيا فقط، إن إمكانية إن إحنا نغير وضعك ده وحالك ده لحاجة تانية، بس إدي لنفسك الفرصة.